أهلا بكم في نشرة الأخبار من يو تي في. البداية مع أبرز ما فيها. الزوار يواصلون التوافد نحو كربلاء لإحياء مراسم الزيارة الأربعينية. 100 طائرة مسيرة تجوب سماء بابل لتأمين 15,000 موكب، ومؤسسات الدولة تستنفر جهودها للتفويج العكسي. العراق خال من جدر القرادة. بغداد وأربيل تطلقان حملة وقائية في المنافذ لمنع وصول المرض إلى البلاد، وغياب اللقاحات اللازمة في الإقليم يستدعي إجراءات احترازية. لبس الأكفان مع الإمكان، الصدر يدعو لتظاهرة مليونية في ساحة التحرير لدعم فلسطين، ويحدد الموعد بأول جمعة بعد 17 من ربيع الأول. نشر أيضا، امتثالا لخفض سقف تصدير النفط، العراق يحدث خطط تعويض فائض إنتاجه مع أوبك بلس والبالغ 1,400,000 برميل، وخبراء المال يؤكدون لن يؤثر كثيرا على الواردات القومية. أهلا بكم إلى تفاصيل. وصل الزوار توافدهم من مدن العراق ومختلف البلدان نحو كربلاء لإحياء الذكرى السنوية لأربعينية الإمام الحسين عليه السلام. وسجلت المنافذ الحدودية دخول أكثر من 3 ملايين زائر ومغادرة نحو 2 مليون في الفترة الممتدة من 6 ولغاية 22 من الشهر الحالي. في الأثناء تساعد وزارة النقل للشروع بخطة التفويج العكسي للزائرين من مدينة كربلاء إلى المحافظات الأخرى والمنافذ الحدودية. كما أكدت قيادة عمليات بغداد أن خطة تأمين الزيارة الأربعينية في العاصمة أوشكت على الانتهاء من دون تسجيل أي خرق أمني، مشيرة في بيان إلى أن جميع الطرق مفتوحة ولا توجد طرق مغلقة إطلاقا. وقبل يوم من الذروة، بابل تجرد خدمات الزيارة الأربعينية 15,000 موكب و11 مليون لتر ماء صالح للشرب تنقل ب100 صهريج. أما أمنيا فهناك 100 مسيرة في سماء المحافظة، فيما ذكرت شرطة بابل أن تأمين هذا الموسم يعتمد بشكل كبير على الجانب الاستخباري. 11 مليون لتر من الماء الصالح للشرب تقدم للزائرين في اليوم الواحد، فضلا عن الطعام والفواكه التي يقدمها أصحاب المواكب. هذه المياه توزع على 15,000 موكب في عموم المحافظة، تنقلها أكثر من 100 عجلة حوضية، فضلا عن إسناد دوائر الماء في بغداد والناصرية بعدد من الآليات لنقل المياه. عدد آليات الحوضية أكثر من 100 آلية، وبكمية ماء حوالي 11 مليون لتر في اليوم الواحد في عموم المحافظة. إسناد عندنا بصراحة من محافظة بغداد، مديرية ماء بغداد، وساندونا هاي السنة بعدد من الآليات، جزء بسيط من الآليات الحوضية من مديرية ماء ذي قار. أما أمنيا فأكثر من 100 طائرة مسيرة ترافق الزائرين بطريقهم، إضافة لعناصر الأجهزة الأمنية والحشد الشعبي، فضلا عن 120 مفرزة طبية مزودة ب5,000 من الكوادر الطبية لتقديم العلاجات الطبية للزائرين. يعتمد بشكل كبير على الجانب الاستخباراتي حتى تنهي موضوع القطوعات. تم إجراء الكثير من العمليات الاستباقية قبل الشروع بتنفيذ مفردات الخطة الأمنية. هذه العمليات الاستباقية أسفرت عن إلقاء القبض على الكثير من المطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة، وكذلك تستمر العمليات الاستباقية لحد هذه اللحظة. أما خدمات البلدية فترفع بلدية الحلة قرابة 900 طن من النفايات من طريق الزائرين بإشراك أكثر من 700 عامل نظافة و50 سيارة مختلفة التخصصات بين رفع النفايات وتنظيف الطرق. من محافظة بابل، حيدر الشلبي، يو تي في. وفي الأنبار، يستمر أبناء المحافظة بالتعاون مع القطاعات الأمنية بتسهيل حركة الزوار القادمين من سامراء عبر الفلوجة، مع توفير الخدمات وتجهيزها على الطريق للمارة.
اليوم الزوار يأتون من سامراء إلى كربلاء المقدسة عن طريق محافظة الأنبار. اليوم أنا من محافظة الأنبار ومن مدينة رمادي قمت قبل أيام مجلس عزاء الإمام الحسين لكي نثبت للعالم الإسلامي وللأمة العربية أجمع أنه العراقيين قلبا واحدا ويدا واحدة وجسد واحد ولا فرق بين سني وشيعي. جينا من المسيرة من كركوك إلى سامراء ومن سامراء إن شاء الله متوجهين إلى الرمادي. من خلال المسيرة جينا شفنا هذا الموكب والناس رحبوا بينا وقدمونا كل الخدمات. إيش قد جينا وشفنا مواكب ما شفنا مثل هيك موكب. الخدام قدمونا كل الخدمات وبارك الله بهم مأجورين إن شاء الله وصدقة جارية وإحنا إن شاء الله ما عندنا تفرقة بين الطوائف. اليوم نقدم جميع الخدمات للزائرين من طبابة من مواد غذائية من تصليح وحتى الوقود اللي مخلص وقوده اللي هذه هم جاي نجهزها وانسيابية جيدة ونحن نصل إلى ذروة يوم الأربعين إن شاء الله الأمور كلش طيبة. عن الأجواء هناك وزيارة الأربعين معي مراسلين من النجف حسام الكعبي وباب الحيدر تشلبي ذي قار أحمد السعيدي، مرحبا بكم جميعا. ربما حسام سينضم في وقت لاحق. دعني أبدأ معك حيدر. دائما ما تكون بابل هي من المدن القريبة إلى كربلاء وتفويج عكسي وهكذا أمور، كيف يبدو الحال هناك؟ أرى لا زال هناك مشاية خلفك حيدر. نعم علي، هذا هو اليوم الأخير لدخول الزائرين إلى محافظة بابل بالتوجه إلى محافظة كربلاء. غدا ستكون الطرق جميعها سالكة أمام السيارات، لكن ما يحصل في بابل من خلال التفويج العكسي أن المواكب الموجودة على طريق الزائرين القريبة على طريق كربلاء لا تقوم برفع هذه المواكب، لكن يتم إغلاقها ويذهب أصحاب المواكب إلى الزيارة ثم يعودون لخدمة الزائرين العائدين من كربلاء الذين يتوجهون إلى مناطقهم. مكانيا هناك للتفويج العكسي، المكان الأول في مركز المدينة اللي هو قرب مجسر الثورة وسط مدينة الحلة. سابقا كان التفويج العكسي يبدأ من سيطرة أم الهوى اللي هي السيطرة الفاصلة بين بابل وكربلاء، هذه السنة سيبدأ التفويج من كربلاء مباشرة إلى الحلة. أما فيما يتعلق بشمال بابل كان سابقا التفويج يصل إلى سيطرة الوندي، لكن الآن مباشرة إلى بغداد عن طريق الطريق الجديد الذي افتتح السنة الماضية الذي يمر عبر جرف الصخر بالتوجه إلى بغداد. أما طريقة نقل الزوار فهي كالمعتاد، لم تختلف عن السنوات السابقة، نقل الزائرين عن طريق العجلات الحمل الكبيرة اللوري والكياد وما شابه ذلك. لغاية الآن لم تجد الحكومة العراقية أي طرق صحيحة أو طرق طب يعني تليق بالزائرين للتفويج العكسي، لا تزال هناك الحافلات الكبيرة، لكن اللي اختلف كان المسير يبدأ من كربلاء إلى سيطرة أم الهوى ثم يبدأ التفويج العكسي. الآن العجلات تتواجد بالتحديد في محافظة كربلاء تنطلق إلى الحلة والمحافظات الجنوبية الأخرى. نعم حسام من النجف مراسلنا هناك. حسام، دائما ما تكون النجف هي مركز انطلاق للكثير من الزائرين في الأربعينية، كيف يبدو الوضع هناك بشكل عام؟ نعم يا علي، بالفعل يعني بدأت النجف ربما منذ أكثر من 10 أيام باستقبال الزائرين القادمين من مختلف المحافظات العراقية جنوبا وحتى من وسط العراق لأداء زيارة مرقد الإمام علي ومن ثم التوجه إلى كربلاء عبر الطريق الذي يربط بين النجف وكربلاء وهو الطريق الذي نقف فيه الآن. علي، أعداد الزائرين بتزايد، نتحدث عن اليوم 18 من صفر، يعني ما تبقى هو يومين فقط لموعد الزيارة الأربعينية، وفي هذه الساعات ربما وفي الساعات القادمة ستكون ذروة الزيارة والأعداد ستكون في تصاعد أكثر خصوصا في الساعات يعني في الليل وساعات ما بعد الليل في منتصف الليل، لأن درجات الحرارة ربما تنخفض فيبدأ الزائر والوافد العراقي وأيضا حتى من خارج العراق ل يعني أداء طقوس السير على الأقدام إلى مرقد الإمام الحسين. علي، نتحدث عن أعداد كبيرة وهذا ما يتطلب إلى جهود كبيرة أيضا من قبل الدوائر الخدمية والأمنية. الأجهزة الأمنية منتشرة بشكل يعني مكثف
مكثف، هنالك أيضا أجهزة أمنية من محافظات أخرى شاركت النجف وكربلاء لتأمين الزيارة والانتشار على طول الخط من قبل الأجهزة الأمنية وخصوصا شرطة الحدود، هي التي تمسك الآن الخط الذي يربط بين النجف وكربلاء، وبمساندة باقي الأجهزة الأمنية شرطة اتحادية وجيش وإلى آخره، وكل هذا بإشراف مباشر من قبل القيادات العليا الأمنية. أيضا الأجهزة الصحية، أيضا لا نتحدث عن النجف وكربلاء بل نتحدث عن مساهمة يعني عدد من المحافظات، ما أدى إلى نشر مفارس صحية ويعني مراكز ثابتة ومتحركة صحية لمساعدة الذين يحتاجون للحالات الطارئة وإلى آخره. أما الأجهزة الخدمية الأخرى كهرباء ماء بلدية، كل هذه الدوائر مستنفرة منذ أكثر من 10 أيام كما أشرت قبل قليل، والخطة الأمنية والخدمية تسير بشكل انسيابي يا علي. أعداد كبيرة اليوم إلى هذه اللحظة، ربما نتحدث عن أكثر من 130,000 طائرة وصلوا إلى النجف، تحمل هذه الطائرات مئات الآلاف من الزائرين من مختلف البلدان العربية والإسلامية وحتى العالمية. الآن نتواجد في الطريق الذي يربط بين النجف وكربلاء، وتحديدا وسط طريق نجف كربلاء، وكما تشاهدون الأعداد بتزايد من الزائرين، إضافة إلى المواكب الحسينية علي. هنالك جهد استثنائي من قبل المواطنين الذين يقدمون الخدمة مجانا، طعام ومسكن وشراب وكل ما يحتاجه الزائر، حتى خدمة الانترنت، كل ما يحتاجه بصراحة الزائر يتوفر له هنا في هذا الطريق يا علي. شكرا حسام، دعني أنتقل إلى أحمد السعيدي. أحمد، كان ديقار من المدن الأولى التي خدمت واستقبلت الزائرين في هذه المناسبة، كيف يبدو الحال الآن؟ هل هناك أي خطة من حكومة ديقار، بما أنه الجميع يتحدث عن تفويج وعودة عكسية؟ نعم علي، قبل نصف ساعة من الآن انطلق قطار الصاعد من البصرة إلى كربلاء، وهو ثالث قطار ينطلق هذا اليوم صاعدا من البصرة مرورا بذيقار إلى كربلاء، وسيعود يوم غد أول قطار في الساعة 4 فجرا إلى مدينة سرية ثم إلى محافظة البصرة، في خطة من خطط التفويج التي تقوم بها هيئة أو الشركة العامة للسكك الحديد في العراق، واستحداث هذا الخط الذي يكون دائما مرافقا لأيام الزيارة، ويبدأ في منتصف زيارة 40 بسبب توقف حركة الزائرين من المحافظات الجنوبية إلى كربلاء سيرا على الأقدام الذين يفضلون السفر بالقطارات، رغم أن الرحلة طويلة لكن الرحلة تكون نوعا ما بعيدة عن التعب والمشقة، على اعتبار أنهم يتجاوزون الكثير من الصعوبات التي ترافقها، وخصوصا الازدحامات المرورية التي تبدأ من مدينة الحلة وصولا إلى مدينة كربلاء. أما خطط المحافظة للتفويج العكسي، وهي خطط عادة تعتمد على هيئة النقل الخاص بالخطوط الساندة التي تعمل على مختلف المحافظات، تقوم هيئة النقل الخاص في محافظة ذيقار بتوجيهها إلى محافظة كربلاء لنقل زوار محافظة ذيقار الذين يعودون إلى ذيقار عبر محورين، المحور الأول عبر للأقضية الشمالية عبر مدينة عفك الديوانية، والمحور الثاني عبر الطريق الدولي إلى الناصرية، وأيضا زوار مدينة محافظة ميسان ومحافظة البصرة، وحتى الزوار العائدين إلى المنافذ الحدودية يمرون عبر ذيقار إلى مناطقهم. هناك أيضا تقدم الخدمات للتفويج العكسي التي تتضمن أيضا وجود بعض المواكب التي اعتادت على هذه الخدمة حتى وصول آخر زائر عائد من كربلاء، يعني عادة يكون في مفارق الطرق. أنا الآن أقف في أحد تقاطعات مدينة الناصرية التي تنتظر عودة الزائرين إليها من محافظة كربلاء. نعم علي،
أحمد السعيدي مراسلنا في ذقار، شكرا لك، وشكر موصول لحيدر الشلبي من بابل، ومراسلنا في النجف حسام الكعبي، شكرا لكم. دعا زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى صدر إلى الخروج بتظاهرة في ساحة التحرير وسط بغداد لنصرة غزة، حتى صدروا العراقيين بكافة مشاربهم إلى الخروج بتظاهرة مليونية تعكس صورة حقيقية لمدى التعاطف مع القضية الفلسطينية ومع المنكوبين في غزة، وذلك في أول جمعة عقب 17 من ربيع الأول المتزامن مع ولادة الرسول الأكرم، داعيا المتظاهرين إلى لبس الأكفان إن أمكن بحسب تعبيره. مؤمنين بالقضية الفلسطينية وعلى محبي السلام ومبغضي الإرهاب الصهيوني ومجازره، أدعو أخوتي العراقيين بكافة مشاربهم ما عدا الفاسدين الخروج بتظاهرة مليونية تعكس صورة حقيقية لمدى تعاطف الشعب العراقي الغيور مع القضية الفلسطينية ومع إخوتهم المنكوبين في غزة، وذلك في أول جمعة بعد 17 من ربيع الأول لهذا العام، حيث ولادة النور الأعظم والرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله تظاهرة سلمية في ساحة التحرير في بغداد الحبيبة مع لبس الأكفان مع الإمكان. أعلنت مجموعة لوفتهانز الألمانية للطيران عزمها استئناف رحلاتها للعاصمة الأردنية عمان ومدينة أربيل في 27 من آب الحالي. بيان الشركة أوردته رويترز ذكر أن الطائرة ستستخدم مسارا شماليا في المجال الجوي العراقي بالنسبة للرحلات المتجهة إلى أربيل، فيما أشار البيان إلى تمديد تعليق الرحلات إلى تل أبيب وطهران حتى 2 من أيلول المقبل، فضلا عن استمرار تعليق رحلاتها إلى بيروت حتى 30 من أيلول. جدر القردة حملة وقائية في بغداد والإقليم، تفاصيل هذا الملف بعد قليل. قلق دولي من تزايد الإصابات بجدر القردة في عدة دول أفريقية دفع منظمة الصحة العالمية إلى إعلان حالة الطوارئ الصحية منذ 14 من آب الحالي. استجابة لهذا الإعلان لجأت المؤسسات الصحية في عديد من الدول بينها العراق إلى اعتماد إجراءات الوقاية من المرض والتأهب للتشخيص المبكر منعا من انتشاره. أعلنت دائرة البيطرة التابعة لوزارة الزراعة رفع أقصى درجات الرصد والتحري عن مرض جدر القردة، وبحسب بيان للدائرة فإن بعض الإجراءات الاحترازية اتخذت بعد تسجيل الدول الأوروبية والإفريقية وبعض الدول الآسيوية إصابات بهذا المرض. وأشار مدير دائرة البيطرة ثامر حبيب الخفاجي إلى أن تلك الإجراءات اتخذت منعا لدخول الإصابات إلى البلد، فضلا عن متابعة الموقف الوبائي للدول التي تسجل إصابات بفيروس إمبوكس. إذن لا وجود له في كردستان، لكن لا وجود أيضا للقاحات ضده في العراق، استعدادات كشفت عنها وزارة الصحة في الإقليم ضد جدري القردة. فرق صحية في المنافذ الحدودية والفحوص ستشمل المواطنين والسياح. كردستان خالية من جدري القردة، هذا ما أكدته صحة أربيل، لكنها كشفت في الوقت نفسه اتخاذها سلسلة إجراءات للوقاية من هذا الفيروس. فرق صحية في المنافذ الحدودية وحملات إرشادية وتوعوية كانت جزءا من هذه الإجراءات لمنع وصول الفيروس وانتشاره إلى الإقليم، بحسب ما قالت مديرية صحة أربيل.
احنا سوينا الاجراءات اللازمه خصوصا في مع القسم الوقايه والرصد الوبائي بانه هم يطلعون تعليمات لكل الدوائر الصحه والقطاعات والمستشفيات بانه نكون على اتم استعداد. المختبر المركزي لصحة أربيل أعلن إنه جاهز لاستقبال أي حالة مشكوك بإصابتها، ولجنة مشتركة بين وزارتي الصحة وزراعة كردستان شكلت للمتابعة. مختصون كشفوا ضرورة تناول الأطعمة التي ترفع المناعة لتجنب الإصابة، وبينوا أن التماس المباشر هو طريقة انتقال الفيروس من شخص إلى آخر، ومن أبرز أعراضه انتشار البقع على جلد المصاب. بثور حمراء وبقع حمراء تطلع بالجسم وتكون مصحوبة مع ألم بالعضلات، ألم بالجسم، مرات هم تقيؤ إسهال، لكن الأهم شنو؟ بقع بالجلد تطلع، ومرات تكون مصحوبة مع مثل التهابات تقيؤ. واللي حدث بالكردستان والعراق ما شفنا أي ولا سمعنا أي كيس أو مصاب. لم تسجل أي إصابة بجدر القردة في كردستان، وحملات التوعية بالوقاية منه ستشمل السياح أيضا، فيما كشفت صحة أربيل أن البلاد تخلو من لقاحات هذا المرض، لذلك فإنها سوف تكثف من حالة التأهب والإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس. مشرق المنصور، أربيل، UTV. أيضا إزاء تسجيل حالات إصابة بمرض جدري القردة في دول عدة، يتجه العراق بمؤسساته ودوائره الصحية إلى اتخاذ إجراءات للوقاية من أبرز تلك الخطوات، نتابعها في العرض الآتي. رغم تأكيد وزارة الصحة خلو البلاد من مرض جدري القرود المعروف بأمبوكس وطمأنت المواطنين باتخاذ الإجراءات اللازمة، فإن المخاوف تتصاعد يوما بعد يوم من احتمالية دخول فيروس جدري القردة بعد تفشي المرض في الدول الإفريقية وإعلان منظمة الصحة حالة الطوارئ على الصعيد العالمي. وأمام هذه المخاوف تجدد وزارة الصحة تأكيد قدرتها على التشخيص والتعامل مع أي حالة سواء كانت مشتبها بها أو مصابة مع أخذ الاستعدادات الاحترازية اللازمة، مشددة على وجود فرق تابعة لدائرة الصحة العامة منتشرة في المنافذ الحدودية والمطارات تقوم بالتحري عن المرض، وفي حال ظهور أي أعراض يشتبه بها يتم فحصها وعزلها والتأكد منها. في كركوك التي تعد أول محافظة تفاعلت مع الحدث، أعلنت دائرة الصحة تجديد إجراءاتها الوقائية لمواجهة أي حالات محتملة لمرض جدري القرود، كما شددت الإجراءات على المسافرين القادمين عبر مطار المحافظة، بينما أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان الدخول في حالة التأهب للوقاية من المرض، مؤكدة أنها لم تسجل أي حالة اشتباه حتى الآن. أما في ذي قار وبعد الحديث عن تسجيل أول إصابة بمرض جدري القرود في مدينة الناصرية، أكدت مصادر صحية أن الأعراض التي ظهرت على المصاب وهو من دولة بنغلاديش هي لمرض جدري الماء كتشخيص أولي، حيث أرسلت العينات إلى مختبر بغداد المركزي لغرض تحديد نوعية الإصابة بدقة، ولا تزال حالة المصاب قيد المراقبة والمتابعة من قبل الأطباء المختصين. يعد جدري القردة مرضا فيروسيا يمكن أن يتسبب في حدوث طفح جلدي مؤلم وتضخم الغدد اللمفاوية وحمى ينتشر عن طريق مخالطة الأشخاص المصابين وكذلك عند ملامسة الحيوانات المصابة، لكنه لا ينتقل بقوة وسرعة كورونا لكونه من الفيروسات المغلفة، ويمكن أن يساعد التطعيم في منع انتشار العدوى بين الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة. معي من واشنطن عبر سكايب المستشار الأقدم في الصحة الدولية الدكتور شاكر جواد. دكتور، مرحبا بك في هذه النشرة. دكتور، دعنا نتحدث بشكل عام مبدئيا، أين يصنف مثل هكذا فيروس؟ مساء الخير، شكرا جزيلا للاستضافة وشكرا لقناة UTV وإلى المشاهدين وإلى حضرتك. الفيروس هذا ليس فيروس جديد، يعني احنا من ظهرت كورونا
بشكلها الأخير يعني السارس كوفي 2 اللي سوانا المشكلة في السنوات الماضية كان فيروس مستجد ما موجود سابقا، بينما هذا الفيروس موجود أصلا منذ عام 1958 تم اكتشافه في كوبنهاجن بالدنمارك في أحد المختبرات عند القرود، وعام 1970 تم تسجيل أول إصابة بشرية بتثبيتها. بالواقع من الممكن أن يكون هو موجود قبل هاي الفترة، بس لأن تمت السيطرة على الجدري البشري فظهرت إصابة جديدة، تصوروا جدري بشري بعدين أثناء الفحص تبين أنه من سلالة القرود. فإحنا ما نخاف لأن هذا ليس مرض جديد، هناك لقاحات له، هناك علاج له، المرض معروف وتقدمه. اللي صار أنه عام 2022 يعني قبل سنتين ظهرت موجة وبائية من عنده جديدة في أفريقيا في الكونغو نفسها، والكونغو مشكلة فيها أنه فيها ناس مهجرين بأعداد كبيرة وفيها نزاعات كثيرة اللي تؤدي إلى ظروف صحية سيئة جدا للناس وإلى عدم وجود نظام صحي قادر على معالجتهم، لذلك يتكاثر ويتواجد بها. عام 22 ظهر وانتشر في دول عديدة من العالم المرض، يعني ما بقى داخل أفريقيا فقط، وأيضا تم إعلان حالة طارئة من قبل منظمة الصحة العالمية، يعني Public Health Emergency of International Concern إحنا نسميها، تم إعلانها. لكن تمت السيطرة على المرض وكان تقريبا ينتقل فقط بين الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال تقريبا، يعني مع وجود حالات بالتماس. وبعد سنة تم إعلان أنه هذه الحالة الطارئة تم إيقافها وليست حالة طارئة بعد. الآن ظهر لنا واحد جديد بدأ في شهر التاسع 2023 بالظهور، الملاحظ أنه هذا أسرع انتقالا ولا يحتاج يعني إلى الطريقة اللي تحدثت عنها في الانتقال، وإنما ينتقل بشكل أسهل. لذلك كانت الإصابات الأكبر بين الأطفال والوفيات الأكبر بين الأطفال، والزيادة اللي صارت قياسا عن العام الماضي من الموديل القديم اللي تحدثت عنه السلالة القديمة كانت في حدود 160% ونسبة وفيات أعلى، فصار اهتمام عالمي. يعني دكتور عذرا على المقاطعة، ماذا عن فكرة انتقاله مع الحيوانات؟ طبعا هو ينتقل من الحيوان إلى الإنسان، لكن يجب أن يكون الحيوان مصاب. يعني بالعراق ما أعتقد أكو حيوانات مصابة بمرض جدري القرود بصورة عامة، هو أيضا موجود في القوارض والسناجب اللي موجودة عندنا بالبساتين، بس لازم يكون المرض موجود عندهم حتى نخاف أن ينتقل إلى الإنسان، بس يبقى وارد هذا الاحتمال، لأن ينتقل عن طريق الحيوانات البرية اللي ما تعرف حدود، تمشي تعبر الحدود وتجي، وكذلك ينتقل بين الإنسان والإنسان. انتقاله أصعب جدا من انتقال كورونا، يعني إذا نسوي تقييم مخاطر المرض هو أخطر من كورونا إذا أصيب به الإنسان، ولكن بسبب صعوبة انتقاله ووضوح الحالة اللي عند مريض يكون عنده المرض واضح، راح تكون عملية الانتقال ممكن توقي من عندها. لذلك يعتبر يعني ليس مرضا مخيفا ككورونا، لا يوجد خوف، حتى منظمة الصحة العالمية أصدرت تعليمات أنه هذا ليس الوباء المخيف القادم اللي دا ننتظره، وإنما هذه حالة ممكن السيطرة عليها وممكن بسهولة التعرف على الشخص المصاب وتحاشيه حتى لا ينتقل لنا المرض، وطبعا نعرف الحيوانات كيف نتعامل معها. دكتور، اليوم العراق أعلن عن إجراءات وقائية في المنافذ، المطارات، إلى أي مدى قد يسهم ذلك في التقليل أو عدم دخول مثل هكذا فيروس إلى العراق؟ هذا الاستقصاء الوبائي الإيجابي هو هذا مطلوب دائما في مثل هذه الظروف، يجب أن نحاول نمسك أول حالة تدخل إلى البلد مصابة بهذا المرض. طبعا ما نقدر نلزمها كلها لأنه هناك فترة حضانة في المرض قد تصل إلى حد 21 يوم، خلال فترة الحضانة الشخص طبيعي ما بي أي مشكلة ولا عنده حرارة ولا عنده شيء، يعني ما عليه أي أعراض، فمن الصعوبة أن تلزم هذا، ممكن يدخل للبلد وراء فترة تظهر عنده الأعراض. الأعراض لما تبدي اللي هي الحمى والحرارة العالية، أوجاع العضلات، تضخم الغدد الليمفاوية اللي ما تشوفها الغدد الليمفاوية بالداخل صايرة، السعال، التعب، الإنهاك، قد يكون هناك أعراض جهاز هضمي. هذه الفترة ما يكون معدي بها جدا إلا إذا كنت قريب منه وجها لوجه، وممكن أن يعطس أو يقح في وجهك أو يخرج من عنده رذاذ مباشر على وجه الشخص الآخر. لكن الخطورة هي لما تبدي البثور تطلع على الجلد بعدين تتحول إلى حبوب نفطات نسميها، يعني بها سائل، هذا السائل معدي جدا لما
تنفتح هذه، وبعدين القشور اللي تتكون أيضا تكون معدية جدا، وهي تستمر تقريبا حوالي 4 أسابيع يعني الفترة إلى أن تختفي. فإذا قدرنا نلزم الشخص بهاي المرحلة راح نقدر نتوقع من عنده. نقطة أخرى في العالم يخلوا كاميرات حرارية في المنافذ الحدودية والمطارات، أي شخص يدخل حرارة جسمه أعلى من الطبيعي يتم عزله على جانب ويتم فحصه للتأكد من سبب ارتفاع درجة حرارته، لأنه أنت ما تقدر تشوف الناس يمشون عندهم حرارة، لكن هاي الكاميرات الحرارية قادرة على تشخيص هؤلاء الناس ذوي الحرارة العالية، بالتالي يتم عزلهم على جانب وفحصهم إذا ما عندهم شيء يدخل، وإذا عنده شيء يتم عزله. هذه ما أعتقد موجودة في العراق حاليا. يعني أيضا شيء مهم غير موجود في العراق دكتور، حتى الآن هو لا يمتلك لقاحات الأمبوكس. يعني دكتور أنت مطلع كثيرا على هذا الفيروس، هل هناك بدائل أخرى عن هذا اللقاح مثلا؟ في الواقع لا توجد بدائل، والحاجة إلى اللقاح محدودة، يعني ما نحتاج اللقاح إحنا، لأن لحد الآن لا يوجد توجيه بتطعيم عام لكل الناس بتلقيح الناس، ما موجود. التلقيح فقط يعني إلى مجموعتين، مجموعة الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال، أو الأشخاص الذين لديهم علاقات جنسية متعددة، لأن هذه الطريقة هي الأهم اللي تم اكتشافها لانتقاض المرض بين البشر، يعني علاقات وقتية، علاقات متعددة بين رجل وامرأة أو بين رجال، هذه واجبة التلقيح تقريبا إذا كانوا يمكن إثبات هذه الممارسات. والنقطة الثانية هي الأشخاص اللي عندهم مناعة منخفضة جدا وتعرضوا لشخص مصاب، هذول يجب أن يتم تلقيحهم. بالمناسبة هذا اللقاح ينفع حتى بعد التعرض، يعني أنا إذا تعرضت إلى شخص عنده هذه الحالة وتلقحت بعد 3 أيام إلى 5 أيام تقريبا من التعرض، اللقاح راح يفيدني ويخلي المرض يصير خفيف جدا وبدون مضاعفات، يعني هو علاج هو لقاح. بس التلقيح العام غير مطلوب، ودول كثيرة ما تمتلك لقاحات، يعني اللقاح موجود الآن في أمريكا وفي 3 أو 4 دول أوروبية، في أستراليا، في اليابان، وفي كوريا الجنوبية، وفي كندا، بس هاي الدول اللي عندها. وطبعاً يدزوه إلى أفريقيا، لأن أفريقيا منطقة توطن بها المرض وأصبحت موبوءة، فتحتاج إلى جرعة عالية جداً من اللقاح. أمريكا دزت 5000 لقاح جرعة، وبس تعمل بخمس، يعني كل لقاح يكفي 5 أشخاص، يعني حوالي 250,000، ربع مليون جرعة حاليا تم إرسالها إلى الكونغو، وكذلك تم يعني دفع فلوس للمساعدة في شراء، بس هو الإنتاج قليل، ما موجود هذا اللقاح. يقال حسب ما قرأت في المصادر أنه الكمية الموجودة ما تتجاوز 2.5 مليون جرعة، بس بنهاية 2025 راح يمكن ينتجون 10 ملايين جرعة، وهناك هدف للقضاء عليه من قبل منظمة الصحة العالمية تم وضعه، هو 2027 القضاء التام إراديكيشن لهذا الفيروس، وهي يعني الإجراءات جارية في سبيل الوصول إلى هذا الهدف. من واشنطن عبر سكايب المستشار الأقدم في الصحة الدولية الدكتور شاكر جواد. دكتور شكرا جزيلا لك. شكرا. كشفت أمانة منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك أنها تلقت تحديثات لخطط تعويض فائض إنتاج النفط من العراق، تنص على أنه يستهدف تعويض فائض إنتاجه في الأشهر 7 الأولى من هذا العام بحلول سبتمبر أيلول 2025. مع سلسلة التخفيضات في تصدير النفط الخام التي طبقها تحالف أوبك بلس، حدث العراق خطط تعويضه لفائض إنتاج النفط والذي بلغ 1,400,000 برميل من خلال عملية تخفيض للإنتاج امتدت من عام 2022 وتنتهي في تشرين الثاني من العام المقبل. جدول تخفيض الإنتاج اليومي الذي ابتدأ ب90,000 برميل من النفط يوميا سيستقر عند 50,000 في الشهرين الأخيرين من جدول التخفيض بحسب خبراء مطلعين على مضمون الاتفاق. في نوفمبر 25 من هنا إلى نوفمبر يجب أن على العراق أن يقوم بتخفيض الكمية وهي 1,440,000 برميل اللي هو متجاوزها بحسب الحصة. الجدول الضمن أعتقد يعني بحسب المنشور أنه يبدأ من الانخفاض 90,000 برميل إلى أن ينتهي آخر شهرين بحدود 50,000 برميل يوميا.
تخفيض سقف الإنتاج امتثالا لمتطلبات أوبك لن يؤثر كثيرا على الواردات القومية للبلاد بحسب الخبراء، لأن حجم التخفيض لن يتجاوز مليار دولار أمريكي، وهو ما يمكن تعويضه بسهولة من خلال ارتفاع أسعار النفط عالميا كما يحدث في كل سنة. نتطلع أن الفيدرالي الأمريكي يقوم بتخفيض أسعار الفائدة خلال الأيام القادمة، لأن أسعار النفط ستشهد ارتفاع في الأسبوع القادم بالتزامن مع تخفيض أسعار الفائدة الأمريكية، وأعتقد بأننا أمام 80 دولار مجددا، وهذا سيعوض النقص الحاصل في الكميات وفي الأسعار. العراق أكد في بيان لوزارة النفط على دعمه الجهود المشتركة التي تبذلها مجموعة أوبك بلس لتحقيق التوازن والاستقرار في سوق النفط العالمية والحفاظ على مصلحة جميع الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء، فيما يشدد اقتصاديون على وجوب أن تتحرك الحكومة بشكل فعلي لتوفير مصادر تمويل أخرى للبلاد بعيدا عن النفط الذي يعتمد عليه بشكل كامل في تمويل الموازنة الاتحادية، خاصة مع تأثره بالأحداث السياسية الإقليمية والدولية. حيدر البدري، UTV، بغداد. نبقى في الاقتصاد أيضا، وبعدما كان العراق يستورد الحديد بمليارات الدولارات، فتحت البصرة باب الاستثمار في قطاع التعدين بوصفه من الصناعات الاستراتيجية، وأعلنت عن إطلاق مشاريع في هذا المجال لتلبية حاجة السوق بالإنتاج المحلي. عبر بوابة الاستثمار في قطاع التعدين، تخطط هيئة استثمار البصرة هنا إلى توسيع صناعة الحديد والصلب في العراق لتلبية حاجة السوق والحد من الاستيراد الأجنبي. بهذا الصدد بدأ أول معمل استثماري بشراكة هندية، التشغيل التجريبي بطاقة تقدر ب 350 ألف طن سنويا وبقيمة تجاوزت 50 مليون دولار. هذا المشروع هو الأول ما يخص إنتاج معمل الحديد والصلب في معادة البصرة، لكنه ليس الأخير، هناك معامل أخرى وبطاقة إنتاجية أكثر. هذا المعمل كلفته لحد الآن كمرحلة ولا تجاوزت 54 مليون دولار، الطاقة الإنتاجية لهذا المعمل 350 ألف طن سنوي، لذلك هذا المعمل سيسد حاجة وحاجة كبيرة جدا على مستوى محافظة البصرة والمحافظات الأخرى. وبالإضافة إلى الخردة، يعتمد إنتاج الحديد على بعض المواد الخام التي تدخل ضمن صناعته وهي غير متوفرة في البلاد، وهذا ليس التحدي الوحيد، فأسعار الحديد المستورد الذي يباع بثمن رخيص يعد تحدياً آخر يواجه المستثمرين. إحنا راح نبيع أقل من الأوكراني وأقل من التركي، بس تعرف المنتج الإيراني منتج شوية يعني أسعاره رخيصة. المواد الأولية نوعين، تدري إحنا العراق ما عندنا المادة الأولية لصنع الحديد اللي هو تراب الحديد، بس عندنا السكراب اللي هو موجود ونقدر نستورد الحديد الإسفنجي. وبسبب تدهور هذه الصناعة بفعل الحروب والفساد، فإن العراق خارج قائمة منتجي الحديد والصلب في العالم حاليا. أما إعادة تطويرها فيحتاج إلى شراكة أكبر مع القطاع الخاص للاستثمار في هذه الصناعة المكلفة، فضلا عن حماية إنتاجها. ما زالت صناعة الحديد والصلب غير قادرة على مواكبة حجم الطلب المحلي، ولذلك نشوف أنه كمية كبيرة من منتجات هذه الشركات يتم استيرادها من الخارج. كان ينبغي الإسراع بتحديث الشركة العامة للحديد والصلب ومنح فرص استثمارية جديدة للقطاع الخاص لكي يستثمر في هذه الصناعة اللي ربما أحد أسباب عدم تطوير طلب رؤوس أموال كبيرة تحتاج إلى أيدي عاملة ماهرة وتحتاج إلى نوع من الحماية. وعلى مدار السنوات الأخيرة لم تفلح وزارة الصناعة والمعادن بإعادة الحياة لمصانع الحديد والصلب، رغم حاجة العراق إلى الحديد بوصفه العمود الفقري لقطاع البناء والإنشاءات. وبتطور صناعة الحديد في العراق مستقبلا سيقل الاستيراد من إيران وتركيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى الحد من الطلب على النقد الأجنبي في ظل أزمة الدولار. سعد بصيد، UTV، محافظة البصرة. في أخبار هذه النشرة أيضا، طريق ناحية الهلال الحيوي في المثنى تسببت الأحمال الزائدة للشاحنات بتكسره وتخسفه، ما استدعى إعادة تأهيله، فيما يشتكي أهالي الهلال من تعثر العمل وتلكؤه ورداءة المواد المستخدمة في إنجازه، وهو أمر تنفيه الشركة المنفذة
للمشروع. على طريق الهلال في المثنى تمر عشرات الشاحنات من المعامل الاستثمارية إلى المحافظات المجاورة يومياً. الحمولة الزائدة للشاحنات تسببت بتكسر الطريق وتحفره. وعلى جانبه الآخر استحدث ممر جديد بطول أكثر من 6 كيلومترات لتخفيف الحمل، لكن الأهالي يؤكدون تعثر العمل ورداءة المواد المستخدمة في المشاريع هنا. فترة طويلة ما مكملينهم بها حتى 3 كيلوات بس. الثانية بعد الجسور اللي دقوها كلها غلط بغلط، وإساسا حتى جلمود ما خلوا له من هذا الحجر، الكسر الحجر مال البر. هذا السايد الثاني هذا كله تفلش مطبات من السيارات التريلات التجارية، وحوادث حدث ولا حرج. قبل عام بدأ تنفيذ هذا المشروع، ومن المقرر أن يكتمل العمل به خلال 420 يوما، لكن الواقع يقول غير ذلك. ويشكو الأهالي هنا من كثرة الحوادث المميتة، وخصوصا في الليل بسبب انعدام الإنارة وكثرة الحفر في الشارع والتي تسببت بدمار سياراتهم. عندي عائلة انقلبت من هذا السبب، يعني 4 أشخاص تأذوا بهذا السبب قرب سيطرة الهلال. بالنسبة للسيارات الحدادية، سيارات يعني انتهت دمرت، يعني دمرت السيارات، يعني المطبات حسات لو تأخذ لك طلعة منها للهلال وشوف المطبات وشلون سيارتك تمشي. وتنفي الشركة المنفذة للمشروع اتهامات الأهالي برداءة المواد المستخدمة، وتقول إنها تعمل وفق التندر المقرر لها، لكن تأخر العمل سببه المياه الجوفية على طول الطريق الذي يمر بمناطق زراعية، إذ يحتاج إلى وقت أطول لمعالجته وتنفيذه. هذا المشروع توقف جزئي بموافقات رسمية، كون أكو فقرات يحتاج لها حذف واستحداث لأن طبيعة الأرض كان بيها روطان وغيره. الآن المخطط إلى 50 يعني بالمية، هو واصل 48%، يعني انحراف عنده قليل جدا بنسبة 2%. تم توجيه الشركة على الملاحظات. ويطالب الأهالي بالإسراع في العمل وإنجاز المشروع خلال المدة المحددة له لتجنبهم خطر الحوادث وخسارة الأرواح بين أبنائهم ومن يسلكون هذا الطريق. من المثنى خليل بركات، يو تي في. قبل ختام النشرة نستعرض أحوال طقس العراقي وبحره. نهاية النشرة، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.